تطلع منه. نعم. على بعد تقريبا أقل من كيلو من هنا. نعم. هذولا موجودين، طالبنا أكثر من مرة من شان قائد العمليات السابق واللاحق، المسافة بين المخيم المذلولين به وبيوتهم، آثار بيوتهم، أطلال بيوتهم ما تتجاوز 1000 متر، ما مسموح لهم يروحون، فقط ينظرون من بعيد. ليش؟ ليش هذا يعني؟ قرار أمني، قرار أمني، قرار أمني مال منو؟ مال قيادة العمليات. قيادة العمليات على إيش قرار أمني؟ فهذا هذه من ضمن القضايا اللي موجوده. شوفوهم هسه، راح انا مصمم ان تشوفونهم هسه الان، لازم تشوفونهم. تدرون ليش؟ لان هذول بس يشوفون. يعني احنا اليوم ورا هذه الحادثه، ثقوا بالله اذا ما صار حل لا تكون لنا لا ثقه بالعمليه السياسيه ولا بالبرلمان ولا بالحكومه. صحيح. احنا ما يظل عندنا ثقه باحد، لأن هذا الحادثة مو لأن إحنا نسهل من الحوادث القديمة، الحوادث كلها صارت على أبنائنا وصارت على سواء بالشيخ إبراهيم سواء بمكيشيفة سواء، بس هذا الفعل هو تصعيد ورجعنا إلى 2006 إلى الحرب الطائفية. نعم. وهذا هو السبب اللي ندعو أنه أمام الناس يعلن عن الجهة التي قامت بالقتل، ويعلن عن نتائج التحقيق خلال 72 ساعة مثل ما طلبنا، لأن القضية ما تحتاج إلى فترة طويلة من التحقيق. لأن الجهة معروفة.